سلام، نتمنى تكونوا كامل بخير. اليوم جيتكم بوصفة تاكوس الدجاج، سهلة سريعة وأكيد أنها بنينة. ممكن تقدموها كمقبلة أو كطبق رئيسي. يلا خلونا نبدأ في الوصفة. أول شي نبدأ به نوضع ملعقة أكل زيت زيتون أو زيت نباتي حسب الرغبة، بصلة مقطعة قطع صغيرة، نخلو البصل يطيب حتى يدبل ويصبح لونه فاتح نوعا ما مع التحريك المستمر كما راكم تشوفوا في الفيديو. نضيف صدر دجاج مقطع قطع صغيرة، ممكن إضافة دجاج مفروم كذلك، الذوق يكون رائع. وما تنسوش دائما تحركوا في كل مرة. بالنسبة للتوابل راح نضيف ملح حسب الذوق، طبعا ملعقة صغيرة بابريكا أو عكريب، ملعقة صغيرة راس الحانوت، ملعقة صغيرة ثوم مرحي، نصف ملعقة صغيرة كمون، وأخيرا ملعقة صغيرة أعشاب مشكلة. نحرك جيدا حتى يمتص الدجاج كل التوابل. هنا راني راح نحط فطر ولكن هو اختياري، يعني ممكن تستغنوا عنه وما راكمش ملزمين به. طبعا ممكن إضافة أي شيء آخر، مثلا الزيتون لما لا، يكون ذوقه بنين. كذلك ملعقة أكل طماطم جاهزة، راني كنت حطيت وصفة صلصة طماطم منزلية، راح نخلي لكم الرابط في صندوق الوصف. نبقى ونحركه جيدا حتى يتجانس الخليط. نضيف ربع كأس كريمة سائلة، هنا لازم نبقى ونحركه في كل مرة حتى ما تلصقناش الصوص في قاع المقلاة. نضيف جبن مبشور، الكمية تكون حسب الرغبة، ونترك الصوص حتى تعقد نوعا ما كما راكم تلاحظوا في الفيديو. هنا راهي جاهزة، ولكن الصوص لازم نخلوها حتى تبرد تماما قبل استعمالها. يلا الان نبداو نحضروا دوائر التورتيا تاعنا. كما راكم تشوفوا هنا خبز تاعي كان فيه بودور، ولكم الاختيار. يعني نبداو نقطعوا دوائر صغيره كما راكم تشوفوا، ونفضل انها تكون صغيره احسن، يعني يكون شكلها شباب. نكملوا نقطعوا العدد اللي رانا حابينه، كل واحد على حساب افراد العائله ديالو حتى نكملوهم كامل. هنا راهم جاهزين كما راكم تشوفوا، ونبداو في تشكيلهم. نوضع القليل من الزيت في الاناء تاعنا حتى ما يلصقوناش، نوزعوها جيدا كما راكم تشوفوا، ونبداو بترتيب الدوائر واحده تلو الاخرى حتى نكملوا كل العدد اللي عندنا. هذا هو شكلهم بعد ما رتبناهم. أما الآن نبدأ بوضع خليط الدجاج اللي كان برد تماما كما سبق لي وذكرت. نضيف جبن مبشور، هنا عندكم الاختيار، ممكن تستعملوا جبن الشيدار ولا جبن الموتزاريلا، يعني في زوج عندهم ذوق رائع. للفرن على درجة حرارة 180 حتى يتحمروا ويصبح لونهم ذهبي. وهذه هي النتيجة، نتمنى تكون عجبتكم الوصفة. حبيت نقول لكم فقط أنه ممكن تستعملوا في قوالب فردية لكل شخص. ما تنسوش تضغطوا على زر الاشتراك وعلى الجرس حتى يصلكم كل جديد. سلام.